السلام عليكم. ملفنا اليوم سيكون عن رواية أحداثها حقيقية، فصولها تزداد اشتعالاً وإثارة مشهداً وراء آخر. لكن الغريب في روايتنا هذه، والذي قد يصل إلى العجب العجاب، أن بطلها ونجم شباكها قد يغيب عن خشبة المسرح، رغم أن الإثارة، كل الإثارة تتمحور حوله هو. هو دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، وحديثنا عن أولى مناظرات الحزب الجمهوري بثمانية مرشحين محتملين للفوز ببطاقة الحزب المؤهلة لخوض انتخابات رئاسية لسكن البيت الأبيض. لكن أيكون للمناظرة بريق بدون ترامب؟ أتكون بنفس متعة حضوره؟ أستفقد جمهورها بغيابه جسداً وحضوره طيفاً غير مرئي؟ حالة استثنائية فريدة من نوعها أحدثها ترامب في بلاد العم سام، جعلت الأضواء كلها حوله أينما ارتحل، لا تفارقه أبداً حتى وهو بعيد عن مكتب بيضاوي حاكم. أيستمر الرجل بهذا الزخم؟ أم تتبدل في الأمور أمور بقضاياه الكثيرة المحيرة، فتتوه معها بوصلة الاتجاهات عن تحديد شمال من جنوب؟ أيكون في غياب ترامب منحة لمنافسيه للظهور؟ أم قد يفاجئهم بفرصة حضوره الضئيلة جداً، لكنها إن حدثت ستبيت معها أمريكا ليلة ساخنة لم تشهدها من قديم الأزل؟ أمور عديدة كثيرة محيرة، يبقى فك طلاسمها فقط رهناً للساعات المقبلة. سلمنا الله وإياكم.